السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم روان هشام محمد، معيدة بقسم المحاسبة. النهاردة هنشرح موضوع في الفصل الخامس في محاسبة التكاليف، وهو المحاسبة على تكلفة العمالة اللي هي الأجور. دلوقتي بقى نتكلم عن نبدأ نشتغل في الفصل. احنا بنتكلم النهاردة على الفصل الخامس، المحاسبة عن تكلفة العمالة اللي هي الأجور. طيب الفصل ده هيتضمن ايه؟ انا بتكلم عن الأجور، يعني ايه الأجر؟ الأجر هو عبارة عن تكلفة بتتحملها المنشأة مقابل الجهد البشري لأفراد ارتبطوا مع المنشأة بعقد عمل، سواء كان في شكل أجر عادي أو مزايا عينية أو مكافآت أو منح أو بدلات. يبقى الشرط عشان أقول إن التكلفة دي تكلفة أجر لازم يكون مقابل جهد بشري، ولازم ان العامل يكون مرتبط مع المنشأة بعقد عمل. طيب لو مش مرتبط مع المنشأة بعقد عمل، يبقى ده واحد جاي من بره المنشأة، يبقى هو مش عامل عندي، يبقى ما اقولش عليه تكلفة أجر. يبقى الأجر عشان يتحقق وأقول إن المبلغ ده تكلفة أجر لازم يكون مقابل جهد بشري، وإن لازم إن العامل أو العمال يكونوا مرتبطين مع المنشأة بعقد عمل. طيب زمان كانت الأجور قبل التطور التكنولوجي اللي حاصل، كنا بنعتمد على الصناعات اليدوية، وكان بنخصها بقى بإيه؟ بإنها تكاليف مباشرة. يبقى كانت تكاليف مباشرة زمان اكتر، وكان التكاليف الغير مباشره قليله. طيب مع تطور التكنولوجي اللي حاصل، وان الاله حلت مكان الانسان او العامل، فبدانا نقلل من الاجور او العمال بالعماله اليدويه، ونحل الاله بدل العامل، فبدا تتحول الاجور المباشره الى اجور غير مباشره، او التكلفه المباشره بقت تكلفه غير مباشره. طيب دلوقتي عشان ادرس الفصل او ادرس ايه هي الاجور هشتغل عليها ازاي، لازم اكون مغطيه ثلاث نقاط: عند دراسه عنصر الاجور يمكن دراسه النقاط التالي. أول حاجة، أولا اللي هنشتغل النهاردة هو حساب صافي الأجور المستحقة للعمال. تاني حاجة، هي حساب معدل الأجر الشامل. ثالث حاجة لازم تكون عارفها برضو وانت بتذاكر الأجور. ثالثا هو تحليل الأجور إلى مباشر وغير مباشر. طيب احنا النهارده هنشتغل على اول حاجه اللي هي حساب صافي الاجور المستحقه للعمال او للعماله اللي عندي. طيب عشان احسب صافي الاجر، يعني ايه صافي الاجر؟ صافي الاجر بتعريف البسيط هو المبلغ
الذي يقبضه العامل من الشركة بيكون شاملا كافة الأجور اللي هي النقدية والبدلات، أي اللي هي هنقول عليها بعد كده اللي هي الاستحقاقات، بعد استبعاد كافة الاستقطاعات. طيب يبقى من التعريف ده ممكن أطلع يعني معادلة لصافي الأجر، اللي هو صافي الأجر هيساوي إجمالي الاستحقاقات ناقص إجمالي الاستقطاعات. تمام، يبقى دي معادلة صافي الأجر، إن هو بيساوي إجمالي الاستحقاقات ناقص إجمالي الاستقطاعات. طيب عاد هدي أمثلة بقى على يعني إيه استحقاقات، أو أمثلتها إزاي، وإجمالي والاستقطاعات بتيجي بشكل إيه. الاستحقاقات بتجيلك في شكل اللي هو إجمالي الأجر العادي، إن هو المبلغ اللي بيحصل عليه عامل مقابل شغله. في بتكون من ضمن الاستحقاقات علاوة زمن إضافي. يعني إيه علاوة زمن إضافي؟ بيجي في الواقع العملي العامل مخصص له إنه يشتغل مثلا 8 ساعات. طيب في حاجة اسمها إن هو يشتغل ساعات إكسترا إضافية، الساعات دي بحسبها له بمعدل، يعني هو اشتغل مثلا 8 ساعات ده اساسه، طيب زود واشتغل ساعتين زياده يبقى 10 ساعات، الساعتين دول بدي عليه بونص او بدي عليه يعني حاجه اضافيه على اجره العادي بسبب ان هو زود من ساعات العمل اللي هي اصلا مش مقرره، هو كان مقرره 8 ساعات هو اشتغل 10 ساعات، يبقى في ساعتين دي ساعات عمل اضافيه بديله عليها علاوه زمن اضافي. من ضمن الاستحقاقات الاجازات المموله. خلاص، يعني ايه الاجازات المموله؟ يعني اجازات باجر. خلاص، زي الاجازات الاسبوع اللي هي الاسبوع اللي هي الجمعه ولا السبت، الاجازات اللي هي بتبقى مولد النبوي، مولد مثلا عيد الاضحى وعيد الفطر، الحاجات دي لو الشركه بتدي رواتب عليها فهي بتبقى اسمها اجازات مموله لاجل. طيب المكافئات التشجيعيه، بيحصل ان الشركه ممكن تدي مجموعه من العاملين عندها او العاملين كلهم مكافآت تشجعهم على الانتاج وان هم يحسنوا من الانتاج، دي اسمها مكافآت تشجيعيه، ساعات بنسميها حاجه اسمها حوافز الانتاج، بتديله فلوس عشان تحفزه عشان يشتغل. بعد كده البدلات، وفي المنح الخاصة في المناسبات. خلاص، دي أشكال اللي ممكن تجيلك في الاستحقاقات. خلاص، طيب إجمالي الاستقطاعات بقى، الاستقطاعات بتيجي في شكل الضرائب، التأمينات الاجتماعية،
المعاشات، أقساط، اشتراكات، النوادي والنقابات. خلاص دي الاستقطاعات. يبقى انا دي المستحق للعامل هطرح منه الاستقطاعات من ضرائب، تأمينات اجتماعية، معاشات، اقساط، اشتراكات، نوادي او نقابات. كل الكلام ده هيديني في الاخر صافي الاجر. طيب ندخل بقى بعد كده على مسألة تحللي اللي انا عمالة اتكلم فيه ده، النظري اللي بتكلم فيه. طيب عندنا المسألة صفحة 235 في الكتاب، تمرين 2. تفتح التمرين معاكي اللي في الكتاب، هتشوف ان التمرين ده هو مديك بعض البيانات خاصة بعنبر 2 عن الأسبوع المنتهي في 28 فبراير عام 2015 والخاص بعمال الإنتاج، وجايب لك بيانات عن العامل ألف، العامل ب، العامل ج، والعامل د، عنده أربع عمال. خلاص ومديلك بيانات بعد كده عن بيانات إضافية، وبعد كده انا بشتغل على ايه. عايزه المطلوب اول حاجه تصوير قائمه الاجور لعمال العنبر. قائمه الاجور دي اللي بطلع فيها صافي الاجر، المعادله اللي انا لسه شغاله كنت شغاله فيها. تاني حاجه احلل الاجور حسب علاقتها بوحده النشاط الى مباشره وغير مباشره. طيب القائمه لما تيجي تعد تصوير قائمه الاجور لعمال المصنع او العنبر، خلاص بروح عامله ايه، قائمه الاجور لعمال العنبر. تمام. طيب بعد كده بعمل ايه، بسطر جدول. بعمل أول حاجة البيان، بعد كده بعمل الاستحقاقات، خلاص بعمل أدب العادي، وبعمل علاوة زمن إضافي. خلاص تحتيها بعمل ثلاث عواميد صغيرة، خلاص من ضمن الاستحقاقات برضو هحط مكافآت خاصة، إجازات ممولة. خلاص بعد كده في الاستقطاعات
ده اسمه إجمالي الأكل. بعد كده الاستقطاعات، أعمل 3 عواميد. خلاص، بعد كده إجمالي الاستقطاعات، في الآخر خالص اسمها صافي الأجر، ده اللي أنا عايزة أوصله. طيب، أول حاجة إجمالي الاستحقاقات والاستقطاعات اللي احنا واخدينها في القانون، اللي هيديني في الآخر صافي الأجر. طيب، لما أطرح الاستحقاقات ناقص الاستقطاعات هيديني صافي الأجر. طيب، نشتغل واحدة واحدة. البيان، خلاص البيان عندي عامل ألف، خلاص هنا هكتب تحت الأجر العادي مدة، بعد كده معدل هيديني مدة في معدل هيديني الأجر نفسه، وهنا في الزمن علاوة الزمن الإضافي المدة في المعدل هيديني الأجر. هنا عندي في التمرين مكافآت خاصة، وهنا هيبقى أجازات ممولة. خلاص؟ طيب، نبدأ نشوف البيانات بتقول لي إيه. بيقول لي إن عامل ألف عمل 40، يعني اشتغل 40 ساعة عادية، دي ال 40 ساعة العادية المفروض المقرر من هو، خلاص؟ وساعتين إضافية، يعني هو اشتغل في الآخر التوتال اللي اشتغله كام؟ 42 ساعة. يعني هاجي هنا أكتب المدة اللي اشتغلها العامل ألف 42 ساعة، اللي هي ال 40 ساعة عادية والساعتين الإضافية، ده إيه؟ المدة اللي اشتغلها كلها. في معدل الأجر العادي اللي هو جايبهولك 30 جنيه للساعة، تضرب ال 42 في ال 30 هيديك الأجر 1260، تمام؟ تساوي الأجر 1260. طيب، العامل ب عادي، العامل ألف واخد خط كده كبير عشان ما اتلخبطش. بص، العامل ب بقى، العامل ب ده هو اشتغل كام ساعة؟ قايل لك هو اشتغل 35 ساعة عادية، تكتب 35، معدل الأجر العادي بتاعه 20 جنيه للساعة، تكتب 20، 35 في 20 هيديك 700 جنيه، تمام؟ طيب، بعد كده العامل جيم، العامل جيم عمل ايه؟ اشتغل 40 ساعة، خلاص بس في 5 ساعات إضافية، يبقى 45 ساعة. اشتغل 40 ساعة عادية وخمس ساعات إضافية، يبقى 45. الأجر، معدل الأجر بتاعه 30 جنيه للساعة، هيديك 45 في 30 أجره هياخد 1350، خلاص؟ طيب، العامل جيم، خلصنا كده العامل جيم. العامل دال بقى، العامل دال ده اشتغل قد إيه؟ اشتغل 25 ساعة، معدل أجره العادي 10.5 جنيه للساعة، يبقى 25 في 10.5 جنيه هيديك كام؟ هيديك 262.5. خلاص، انا هنا عملت ايه؟ انا خدت بيانات المسألة، شفت هو اشتغل قد ايه فعليا، اللي هو بيبقى ساعات عادية وساعات إضافية، بحطهم مع بعض، بشوف معدل الأجر العادي، بضرب المدة في المعدل هيديك الأجر.
خلاص انا كده طلعت المجموع او اجمالي الاجر العادي لكل عامل. اشوف بقى هل في علاوه زمن اضافي للعامل ولا للعمال ولا لا. طيب هو جه قال لك، نشوف كده مع بعض، هو قال لك علاوه الزمن الاضافي في التمرين، ملاحظات، نكتب بقى ملاحظات على الحل. طيب دلوقتي انا بيقول لك اذا علمت انك تحسب علاوه الزمن الاضافي، تحسب علاوه الزمن الاضافي بمعدل 20% من معدل الاجر العادي، خلاص يبقى معدل او علاوه الزمن الاضافي 20% من معدل الاجر العادي. طيب انا هنا لما اشوف في التمرين هلاقي ان مثلا العامل الف اشتغل 40 ساعه عاديه واشتغل 2 ساعه اضافه، ومعدل او علاوه الزمن الاضافي بنضربها في ايه؟ في الساعات الاضافيه اللي اشتغلها. يعني علاوه الزمن الاضافي للعامل الف هتساوي، هو هتساوي ايه؟ هجيب معدل الاجر العادي بتاعه هضربه في النسبة بتاعت العلاوة اللي هو مديها لي. معدل الاجر العادي كان للعامل الف انا لسه جايباه كان 30، هاخد ال 30 اضربها في 20% هو مديها لك، خلاص هتديك كام؟ هتديك 12، خلاص. طيب ده 30 معدل الاجر العادي في 20%. طيب خلاص كده، طيب تمام. بعد كده هروح جايه هنا اقول ان هو اشتغل ساعتين، هيديك سوري ست، هيديك هنا 6، خلاص. طيب هو اشتغل ساعتين، خلاص المعدل بتاعه كان 6. طيب 2 في 6 هتديك كام؟ 12. ده الاجر بتاعه اللي هيحصل عليه مقابل الساعتين الاضافي اللي اشتغل فيه. طيب عنده مكافآت؟ لا. عنده اجازات ممولة؟ لا برضه. طيب هنشوف مين تاني؟ عامل ب، العامل ب ما اشتغلش علاوة زمن اضافي، ما اشتغل ساعات اضافية، يبقى ما عندوش. طيب بعد كده العامل ج اشتغل 5 ساعات اضافية، انا عرفت بقى خلاص ال 20% بتاعت علاوة الزمن الاضافي بضربها في معدل الاجر العادي 30 جنيه في 20% تديك 6 جنيه، خلاص. هو اشتغل كام ساعة؟ اشتغل 5 ساعات، 5 في 6 هتديك 30، هو خد 30 جنيه عن الساعات الاضافية، خلاص. طيب العامل ده في مشكلة فيه؟ اشتغل علاوة زمن اضافي، عنده علاوة زمن اضافي، عنده ساعات اضافية، لا يبقى خلاص. طيب تمام، يبقى احنا كده جبنا الاستحقاقات، جبنا الاجر العادي وعلاوة الزمن الاضافي. طيب هتشوف بقى في التمرين هل هناك مكافآت خاصة بعامل معين. هتيجي عند العامل ج، العامل ج تقرر منحه مكافأة لنشاطه وسلوكه، يبقى دي مكافأة خاصة، قدرها كام؟ قدرها 100 جنيه، يبقى نيجي عند العامل ج ونديله مكافأة خاصة 100 جنيه. خلاص يبقى ألف ما عندوش ولا ب ولا د. طيب بعد كده اجازات مموله، جه قال لك ان كان العامل ب كان غايب بسبب ان هو كان مريض، فتغيب مده تعادل 15 ساعه وقد تقرر ان يصرف له ما يعادل اجره عن هذه المده. طيب هو كان اجره، معدل الاجر بتاعه كان كام؟ 10.5، هو يعني جاب قد ايه؟ 15 ساعة، ما يعادل 15 ساعة، تضرب ال 10.5 في 15 ساعة هتديك 157.5،
دي ايه؟ دي اجازات مموله، الاجازات المموله للعام الدال. يبقى بعد كده عندك دي خد اجازات، لا ب خد اجازات، لا الف برده ما خدش اجازات. يبقى انا كده خلصت ايه؟ الاستحقاقات اللي عندي، الاجر العادي وعلاوه الزمن الاضافي، مكافئات خاصه، اجازات مموله. كده بعد ما بخلص كل ده بجمع كل ده واطلعه في العمود بتاع اجمالي، اجمالي الاجر الاجمالي، لسه ما طرقتش منه الاستقطاب. طب اجمالي الاجر ده هتجمع ايه؟ هتجمع الاجر 1260 زائد ال 12 جنيه دي، هتجمع 1260 وال 12 ومفيش مكافئات ومفيش اجازات مموله، هيديك 1272. ده اجمالي الاجر للعامل الف. طيب بعد كده العامل ب، هو اجره كله 700 جنيه، ما عندوش اي حاجه تاني، تبقى الاجمالي الاجر 700 جنيه. تيجي بعد كده العامل ج، كان عنده 1350 خلاص، وعنده 30 وعنده 100 جنيه اللي هي المكافأة الخاصة، هيديك في الآخر 1480 خلاص. ده إجمالي الأجر. طيب بعد كده هتجمع للعامل د 262.5 وال 157.5، ده عشان يديك إجمالي الأجر هيطلع لك 420 جنيه. ده أنا كده جبت في العمود ده اسمه إيه؟ إجمالي الأجر، كل الإجمالي اللي حصل في كل العواميد. الاستقطاعات بقى، استقطاعات هتشوف في التمرين هتلاقي إن هو جايب لك سيرة عن النقابات، وجايب لك اشتراكات تأمينات وفي جزاءات. يبقى هي عندك ثلاث عواميد، تكتب أول حاجة نقابات كان معدلها 5%، تأمينات معدلها 2%، وفي عندك جزاءات. الجزاءات دي ان لو عامل اخطأ فبخصم منه بسبب خطأه. طيب هشوف بقى هحسب الاستقطاعات دي ازاي. هو جه قال لك يستقطع من المجموع المستحق اللي هو في اجمالي الاجر 5% من اجمالي الاجر خلاص، نظير الاشتراكات في النوادي والنقابات. يبقى دي النوادي والنقابات ال 5%، وبعد كده 2% نظير التأمينات والمختلفة والضرائب. طيب يبقى احنا هنا كتبنا 5% وال 2%. نحسب بقى، بتحسب 5% من ايه؟ من اجمالي الاجر العمود اللي جنبه اللي لسه احنا مطلعينه. 5% في 1272 هيديك 63.6 جنيه. طيب بيجيب منين تاني؟ جت ان 5% دي بتضربها في اجمالي الاجر اللي انا لسه مطلعه. طيب التأمينات معدلها كان كام او نسبتها كام؟ 2%، تضرب 2% في اجمالي الاجر اللي انا لسه مطلعه اللي هي 25.4. عنده جزاءات، هتلاقي في التمرين ان هو ما جابش سيرة ان هو العامل الف عنده جزاءات. طيب بعد كده في النقابات بالنسبة للعامل ب برضه نفس الكلام. يبقى احنا خلاص جبنا النسبة، هنشتغل خلاص على اجمالي الاجر العمود اللي جنبه على طول. 5% في 700 جنيه هيديك 35، وبعد كده ال 2% في 700 هيديك 14. طيب هتلاقي بقى ان العامل ب تقرر معاقبة العامل ب لأحد الأسباب بخصم مبلغ 30 جنيه مما يستحق، فتكتب في الجزاءات 30 جنيه على طول، مفيهاش مشكلة. طيب بعد كده العامل ج كان إجمالي أجره 1480، هتضرب 5% و 1480 عشان تجيب استقطاعات النقابات والنوادي، هيديك 74. بعد كده ال 2% برضه في اجمالي الاجر هيديك 29.6، وما كانش عنده جزاءات. نيجي لاخر عامل، هو كان اجره 420 اجمالي اجره خلاص، هضرب 5% في 420 هيديك 21،
واتنين في المية من 420 هتديك 8.4، ومكانش عنده ده زائد. يبقى انا كده خلصت ايه؟ خلصت الاستقطاعات اللي هطرحها من الاستحقاقات اللي انا لسه كنت جايبها. هتعمل ايه؟ نفس الموضوع اللي احنا كنا عاملينه، بنجمع العواميد دي عشان تجيب اجمالي للاستقطاعات. اجمالي الاستقطاعات هتجمع ده اللي هو النقابات زائد التأمينات زائد جزاءات لو فيه. طيب هيديك كام؟ هتجمع 63.6 زائد 25.4 هيديك 9.8. تجمع تاني بعد كده 35 وال14 وال30 هيديك 79. تجمع ال74 و29.6 هيديك 103.6. خلاص. بعد كده 21 و8.4 هيديك 29.4. هنا انا عملت ايه؟ انا جمعت بس الحته دي اللي هي الاستقطاعات نقابات وتامينات وجزاءات، هيديني اجمالي الاستقطاعات. طب عشان اجيب صافي الاجر، انا اديت في المعادله في الاول ان انا بطرح الاستحقاقات ناقص الاستقطاعات عشان يديني صافي الاجر. فانا هطرح اجمالي الاجر اللي هو اللي هو اجمالي الاستحقاقات ناقص اجمالي الاستقطاعات عشان يديني صافي الاجر اللي انا اصلا عايزه اوصله. طيب هتطرح بقى 1272 ناقص اجمالي الاستقطاعات 89 هتديك 1183. 1183 ده صافي الاجر للعامل ألف. طب العامل ب هتطرح 700 ناقص 79 هيديك 621. هتطرح بعد كده 1480 ناقص 103.6 هيديك 1376.4. خلاص. بعد كده هتطرح 420 ناقص 29.4 هيديك 390.6. كده انا خلصت قائمة الأجور لعمال العنبر اللي هو بتتلخص في إيه؟ بعمل بيان، بعمل الاستحقاقات اللي هي أجر عادي مدة معدل بجيب الأجر، بعد كده علاوة زمن إضافي المدة والمعدل، بعد كده بجيب الأجر. لو في مكافآت، لو في أجازات ممولة، دي إجمالي استحقاقات بجمعها في حاجة اسمها إجمالي الأجر، بحطها في عمود، بعد كده بجيب ناقص الاستقطاعات. استقطاعات كان عندي نقابات الاشتراكات واشتراكات نوادي 5% وتأمينات كان 2% والجزاءات بجمعهم مع بعض بعمل اجمالي الاستقطاعات. بطرح اجمالي الاستحقاقات او اجمالي الاجر ناقص اجمالي الاستقطاعات هيديني صافي الاجر اللي هو المعدل اللي انا وصلت له في اللي انا كنت عايزه اوصله من بدايه ما شرحنا. طيب بعد كده في التمرين هيجي يقول لك ايه؟ عايز يحلل الاجور حسب علاقتها بوحده النشاط. طيب عشان احلل حسب علاقته بوحده النشاط، اي ان انا هحلل ده ثانيا، ده المطلوب ثانيا، هحلل حسب علاقته بوحده النشاط. حسب وحدة النشاط احنا قلنا في تبويب التكاليف، يعني الى اجور مباشرة واجور غير مباشرة. خلاص. طيب الاجور المباشرة والاجور غير المباشرة، لما تيجي تحلل هتلاقي ان الاجور المباشرة هي الاجر العادي اللي بيخص كل عامل، هو كل عامل ليه مدة معينة ومعدل اجر عادي، فجبت له اجر يخصه يبقى هو خاص بالعامل الفلاني الف او ب او ج او د، يبقى ده يعتبر اجر مباشر. غير كده
ما اعرفش اخصه او ما يعني ما اعرفش احدده او انسقه بعامل معين، تبقى تكاليف او اجور غير مباشره. طيب يبقى هنا لما اجي احلل حسب علاقته بوحده النشاط، العامل الف، العامل الف خلاص اشتغل قد ايه؟ 42 ساعة اللي احنا اشتغلناها في في القايمة. 42 ساعة في معدل الأجر العادي خلاص هيديني 1260. طيب ب العامل ب اشتغل قد ايه؟ 35 ساعة في معدل أجره ال 20 جنيه للساعة هيديني 700 جنيه. بعد كده العامل ج اشتغل 45 ساعة في 30 معدل أجره هيديني 1350. بعد كده العامل د اشتغل 25 ساعة في معدل أجره 10.5 هيديني 262.5. دي ايه؟ دي ده المعدل الاجر العادي، هو بنعتبره اجور مباشره فهروجه ضمن الاجور المباشره. ده اسمه ايه؟ ده اللي هو الاجر العادي خلاص، للعامل الف وب وج ود. طيب ساعات الاجازات او ساعات المموله، اجازات مموله دي ما بتعتبرش تكاليف مباشرة، بعملها غير مباشرة. ولو في مكافآت خاصة، المكافآت الخاصة لو بنديها لكل العمال يبقى هي تبقى مباشرة، انما هنا في التمرين انا خصيتها لعامل واحد فاعتبره غير مباشر. طيب يبقى هنا اجمالي الاجور المباشرة في التمرين، يبقى اجمالي الاجور المباشرة هتساوي 3572.5. نيجي بقى لتحليل الأجور غير المباشرة. علاوة الزمن الإضافي غير المباشرة خلاص. طيب علاوة الزمن الإضافي خدها مين؟ العامل ألف والعامل جيم. هنجيبها على طول، احنا خلاص طلعناها. العامل ألف خد 12 جنيه والعامل ج خد 30 جنيه، يبقى الإجمالي 42. ده أول تصنيف للأجور غير المباشرة. طيب عندك العامل، قلنا إن الأجازات هتبقى غير مباشرة. العامل د خد أجازة كانت 15 ساعة في 10.5 هتساوي 157.5. ده تاني بند. تيجي بعد كده مكافأة خاصة بالعامل ج خد 100 جنيه، هجيبها على طول. يبقى إجمالي الأجور غير المباشرة هتساوي ال 42 و 157.5، وال 100 هتديني 299.5. كده أنا حليت التمرين وخلصته خلاص. بالمطلوب الأول والمطلوب الثاني، وكده أنت حسبت صافي الأجر وعملت اللي احنا اصلا شرحناه في الاول، اللي هو حلل حسب وحدة النشاط الى اجور مباشرة واجور غير مباشرة. طيب بعد كده لو هندي مثلا اسئلة اختياري عن الجزء ده، فعندك في صفحة 232 نحل يعني بعض الحاجات كده. بيقول لك اول حاجة ان الاجور هي احنا لسه معرفينها في الاول، هل هي تكلفة جهد بشري ولا تكلفة الجهد البشري لعمال الإنتاج ولا تكلفة الجهد البشري لأفراد تابعين للمنشأة بعقد عمل ولا الأجور النقدية؟ فطبعا الإجابة هتكون ج. طيب
بعد كده في اساليب التصنيع التقليديه تكون نسبه الاجور المرتفعه، ده رقم 2 خلاص. هيبقى حلها بقى لان معدل الاجر هنا، معدل الاجر الساعه يكون مرتفع، ولا لان العامل الغالب العمل الغالب فيه كان يدوي، ولا لعدم وجود اشراف كفء على العمال، ولا لان تكلفه المواد كانت منخفضه. فهقول انا لما جيت شرحت قلت ان اساليب التصنيع التقليديه كان العمل زمان الغالب هو العمل اليدوي، فالاجابه هتكون ب. في اساليب التصنيع المتقدمه تكنولوجيا تنخفض الاجور المباشره فتزداد الاجور غير المباشره، لان احنا هنا شرحنا ان حل العامل حلت الاله مكان العامل، فالاجور المباشره تحولت لاجور غير مباشره. فمن غير ما لما تيجي تحل هتلاقي ان هي موجوده اهي، لان جزء من العماله المباشره تحولت الى عماله غير مباشره. خلاص الباقي مش هيكون هو الحل، الحل هيبقى رقم الف او اللي هي إجابة تبقى. بعد كده رقم 4 الأجور العادية لعمال الإنتاج. إحنا قلنا الأجر العادي هو إيه في التمرين؟ هو الساعات العمل العادية والإضافية بضربها في معدل أجر عادي. طيب هنشوف بقى إحنا ده اللي إحنا فهمناه من التمرين. طب نيجي نشوف هل هو ساعات العمل العادية مضروبة في معدل الأجر العادي؟ لا. هل هي ساعات العمل الإضافي مضروبة في معدل الأجر العادي؟ لا. هل هي ساعات العمل العادي والاضافي مضروبه في معدل الاجر العادي؟ اه، يبقى هي دي الاجابه من غير ما نبص بقى على ده. طيب هناخد على اخر حاجه، هل علاوه الزمن الاضافي، علاوه الزمن الاضافي بنجيبها ازاي؟ هل هي كانت ساعات عمل اضافي مضروبه في معدل الاجر العادي؟ لا. طب هل هي ساعات عمل اضافيه مضروبه في معدل او علاوه الزمن الاضافي؟ اه، كنت بضرب عدد الساعات الزياده في علاوه الزمن الاضافي. من غير ما تبص على الباقي يبقى الاجابه تبقى ب. كده نكون خلصنا التمارين اللي هي او يعني اشكال للاختيارات اسئله البابل شيت اللي ممكن تجي لك في الامتحان. بعد الشرح ده بقى احنا كده خلاص خلصنا الموضوع، الجزء الاول في الاجور واللي هو تحديد صافي الاجر.